معانا على مدى الأسابيع القادمة، هنسميها عين على المحافظات. عين على المحافظات يعني كلام تاني، هيبقى موجود في كافة أنحاء الجمهورية. كل أسبوع هيبقى عندنا محافظة من 27 محافظة هنتابع فيها مشكلات الناس، الناس بتعاني من إيه، وهنطرح هذه المشكلات وهنتابع أيضا الأداء العام الخاص بها. الفقرة دي هتكون فقرة ثابتة مع زميلي العزيز مصطفى سامي. والنهاردة قررنا نبدأ بالصعيد وتحديدا محافظة سوهاج. عندما تدخل إلى محافظة سوهاج تجد نفسك أمام محافظة تبدو هادئة بعض الشيء، فالشوارع نظيفة والحالة المرورية على أكمل وجه، ولكن لم تكن هذه هي الحقيقة الكاملة. فبمجرد دخولك إلى منطقة الحوت يتغير المشهد تماماً، حيث ترى أمامك منازل أيلة للسكوت يعيش فيها كثير من الأسر البسيطة الذين ليس لديهم حيلة في ذلك. عندنا هنا العماير، هنا العماير دي واخده ازاله من 97. طبعا كل المحافظين اللي جت هنا ودينا الملفات بتاعتها عند المحافظه على اساس الناس دي يعني ما فيش اي خدمات ليها. بتعدي اي عربيه العماره كلها نوت بتتهزهز. احنا قاعدين وخايفين بصراحه، احنا ما عارفينش يعني عايزين ايه بس بالظبط، مش عارفين. احنا عايزين بس حاجه نقعدوا فيها. احنا عايشين عيشه غير ادميه خالص، يعني احنا كل اسره في الشقق دي كل أسرة معاها، يعني الأسرة مكونة من 8 أفراد في أوضة وصالة، والعيشة غير أدمية خالص. يعني الصرف الصحي للنهاردة 8 سنين ما شغلش في المجاري، يعني المية ما مشاش في المواسير، ماشية في الأساسات، ما فيش ولا مجاري شغالة في المجاري بتاعت العمارة. انتوا شوفوا لنا مطرح يكون آمن ونحسن من اللي احنا فيه، الناموس طول الليل بيموت فينا، بيقطع فينا، والريحة حضرتكم بصوا علينا، مش أول ما تقع علينا العمارة تروحوا دايين ومصورين لما تقع علينا زي عمارة اسكندرية ولا زي العماير اللي في مصر، وتقولوا انتوا أي محافظ نروحوا له ما رددش علينا، ما تقولوش ان احنا السبب، انتوا ما جبتولناش مطرح يكون امن ونظيف وما رحناش فيه. احنا عايزين بس ربنا ينجدنا ويدينا حته نرتاحوا فيها زي العالم. على الناموس الليل والناموس هيقطع فينا، ربنا المرض والله العظيم، اتربنا المرض من الريحه والناموس. وعلى الرغم من بناء وحدات سكنية جديدة لهذه الأسر، إلا أن هذه الوحدات تم استغلالها وبيعها على حد قولهم. في عمارة هنا بنوها لينا وراحوا بايعينها. ما احنا غلابة، طيب نروحوا فين يعني؟ وصحبات عيال، بنت هتيجي بعيالها يعني تقعد لها يومين ثلاثة عندي. عيال واحدة متجوزة فتحت عديدة تقعد هنا هو. حيروحوا فين يعني؟ دلوقتي من حوالي 3 أو 4 شهور جابوا لنا واحد يقول لك فرج عليكم خيام في الجبل الشرقي الغربي. طب وستك ده ينفع؟ فرفضنا. فقال خلاص احنا مالناش دعوه بكم الا العكش توقع عليكم العماره. بنوا هنا قلنا قالوا هينقلوكم، رخاتهم البنك. الشوط قال هودكم فيها، رخاتهم البنك. عماره برضه جديده قالوا خدها البنك. ما فيش حاجه جايبينها لنا خالص. يعني كل محافظ يجي تكلمنا معاه، تكلمنا مع اعضاء مجلس الشعب، يعني هم عندهم شيء حاجه واحده، بيقول لك ابا احنا هنزيل العماير دي، هنزيلها، الناس مش عايزه تستلم. لا يا سيدي، هات العماير وانا هسلم الناس. احلام بسيطه يحلم بها هؤلاء المواطنون البسطاء تتلخص في بيت يحميهم قبل ان تقع الكارثه الكبرى ويصبحوا في تعداد المفقودين. مصطفى سامي، كلام تاني. الناس دي نفسها تسمع كلام تاني. خلال الأسبوع الماضي كان في دعوة كريمة من مجلس الوزراء لعدد من الإعلاميين أثناء افتتاح المشروع الخاص بالإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، ودار بيني وبين السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الإسكان والسيد أيضا وزير التنمية المحلية حوار حول أن هذا المشروع، مشروع الإسكان الاجتماعي، مشروع شديد الإيجابية وشديد الأهمية، لكن نتمنى أيضا، وأنا كلمت رئيس الوزراء في هذه المسألة، أن تكون هناك عدالة في توزيع هذه المشروعات، يعني ما تبقاش مشروعات الإسكان الاجتماعي موجودة بس في القاهرة والمدن الكبرى، لابد أن تصل إلى قلب الصعيد. الحقيقة أن أنا كنت بقول له الفكرة دي قبل ما أشوف مشكلة سوهاج. لما شفت مشكلة سوهاج
واحنا بنعرضها كنت متأكدة ان مسألة عدالة التوزيع في مشروعات الإسكان الاجتماعي مسألة في غاية الأهمية، وكنت بتكلم انا والسيد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية في نقاش يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، لكن عصب الأداء عشان تعمل أداء جيد في هذه الفترة لازم المحافظين يشتغلوا بشكل مختلف، هم اللي في ايديهم تحسين الأداء بشكل كبير جدا وخاصة في الصعيد والأقاليم. هينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. أهلا وسهلا يا فندم. طيب هنحاول نرجع للسيد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. زي ما قلت لكم فقرة عين على المحافظات هنكون فيها موجودين في المحافظات، هنشوف أهم المشاكل اللي الناس بتشتكي منها اللي عندها مشاكل حقيقية فيها، ونعرض هذه المشكلات على المحافظين، وهنتابع أيضا بعدها كيف تم التعامل مع هذه المشكلات، هل في خطوات فعلية اتخذت على الأرض بالفعل لتحسين هذه المشكلات والتعامل معها والتعاطي معها بشكل جيد. هدفنا من هذه الفقرة ان احنا نتواصل مع اهالينا، ما نبقاش مهتمين فقط بالمركز او بالقضايا اللي في كثير من الاحيان ما تكونش بتهم قلب الناس ولا اوجاعهم الداخلية ولا اوجاعهم المعيشية، واعتقد ان ده ليس من باب الترفيه لكن ده مهمة أصيلة للإعلام في هذه المرحلة. خليني أعرض على حضراتكم بعض